متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار اليوم انتشرت كميات من الغيوم في العديد من مناطق المملكة، هي ناتجة عن حالة ضعيفة من عدم استقرار جوي عملت على هطول زخات من الأمطار في بعض أجزاء المنطقة الشرقية، جنوب منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية الغربية. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول درجة الحرارة الباردة والأحوال الجوية غير المستقرة مستمرة وزخات أمطار في بعض المناطق. خرائط توزيع الأمطار والتوقعات الجوية للأمطار والمناطق المتأثرة بها من يوم الجمعة حتى يوم الأحد تبقى المملكة أجزاء من المملكة تحديدا المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض والمنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة ناتجة عن تمركز لكتلة هوائية باردة قطبية المنشأ وجبهة هوائية باردة بطيئة الحركة في هذه المناطق. خلال مساء يوم الجمعة وليل الجمعة على السبت ويوم السبت يمتد منخفض البحر الأحمر لتنشأ حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية، المنطقة الوسطى والشرقية، تعمل على تجدد فرص هطول زخات الأمطار في العديد من المناطق تشمل مدينة الدمام وأيضا العاصمة الرياض مع ارتفاعات قليلة على درجات الحرارة. تستمر هذه الأجواء غير المستقرة يوم الأحد في المنطقة الشرقية تحديدا ومنطقة حفر الباطن. خرائط توزيع الكتل الهوائية ودرجات الحرارة في الطبقات المتوسطة. تبقى المنطقة الشمالية من المملكة تشهد أجواء باردة ناتجة عن تمركز لكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، أيضا تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشرقية والوسطى وأجزاء من المنطقة الغربية، لكن اعتبارا من يوم السبت يمتد منخفض البحر الأحمر ترتفع قليلا درجات الحرارة في هذه المناطق تحديدا أي غرب منطقة الرياض وأجزاء من غرب منطقتي القصيم وحائل كما ذكرنا ترتفع درجة الحرارة لكن تبقى باردة في باقي المناطق تحديدا المنطقة الشمالية الشمالية الشرقية والشرقية من المملكة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تكون الأجواء غير مستقرة، فرصة زخات من الأمطار، 10 درجات مئوية ملموسة، 9 رطوبة منخفضة والرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم السبت 13 درجة مئوية إلى 9 درجات مئوية مع أحوال جوية غير مستقرة، يوم الأحد تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار 18 درجة مئوية الصغرى 11، يوم الاثنين يستقر الطقس وترتفع درجة الحرارة 20 إلى 12 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.